مشاهدين اهلا بيكم مره تانية، واخر حواراتنا لهذا الصباح، ولا يكون موضوعها رياضي زي ما نوهنا في المقدمه عن بطوله العالم لكره الطائره تحت 23 عام واللي بتنظم في مصر، وكانت مبارياتها مستمره طوال الاسبوع الماضي بدايه من الجمعه الماضيه، وبتختتم اليوم بمباراه بين مصر وبين منتخب مصر الوطني واليابان في الثالثه عصرا. والحقيقه احنا مستنيين نهايه هذه المباراه علشان نشوف مصر هتحصل على اي مركز، بنتمنى لها طبعا انها تحصل على المركز الخامس زي ما هو مفترض لو فازت في هذه المباراه. وزي ما احنا تابعنا طوال المباريات الماضيه كان في سيره مشرفه لمنتخبنا الوطني، فاز الحقيقه على عده منتخبات قويه في الكره الطائره، فاز على الولايات المتحده، فاز على اليابان ايضا مره سابقه، وفاز ايضا على بولندا، واخيرا بالامس الصين. خلونا نقيم اداء منتخب مصر الوطني في الكرة الطائرة في هذه البطولة مع ضيفنا اللي مشرفنا في هذا الحوار، أستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي وعضو اللجنة الإعلامية لبطولة العالم للكرة الطائرة. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك. يعني أستاذ محمد اسمح لنا في البداية نحن نروح لتقرير سريع عن هذه البطولة ونرجع تاني نبدأ حوارنا مع حضرتك. مشاهدينا نشوف التقرير. في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 23 عاما والتي تستضيفها القاهرة، فاز منتخبنا الوطني على نظيره الصيني بأربعة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن. وسيلتقي المنتخب الوطني مع منتخب اليابان اليوم الجمعة لتحديد المركز الخامس، كما تأهل منتخبا روسيا والأرجنتين للمباراة النهائية للبطولة التي تقام اليوم لفوزهما الخميس على منتخبي البرازيل وكوبا على الترتيب. وتمثل بطولة كأس العالم للكرة الطائرة تحت 23 عاما التي استضافتها مصر خلال الفترة من 18 من أغسطس الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، تمثل أهمية كبرى نظرا لقوة المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية، كما تجذب هذه البطولات الأنظار إلى مصر بشكل كبير قد يترتب عليه إسناد المزيد من البطولات الكبرى لها، خاصة بعد نجاحها مؤخرا في تنظيم بطولة العالم لشباب السلة. وشارك في بطولة كأس العالم للطائرة تحت 23 عاما 12 منتخبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى مصر وبولندا واليابان والبرازيل وكوبا والمكسيك، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تركيا وروسيا والأرجنتين والجزائر والصين وإيران. يعني أستاذ محمد زي ما تابعنا في التقرير استعراض لكافة المباريات اللي خاضها المنتخب الوطني طوال هذه البطولة من بدايتها، وخلينا نصحح في البداية أنه منتخب مصر الوطني فاز على الولايات المتحدة ده في البطولة المقامة في البحرين للكرة الطائرة أيضا ولكن تحت 19 سنة، لكن احنا هنا بنتكلم عن البطولة للكرة الطائرة تحت 23 سنة ودي المقامة في مصر. من خلال يعني وجود حضرتك الدائم طوال هذه المباريات بتتابع ازاي مستوى منتخبنا الوطني؟ والله هو مستوى منتخب فاجئ الناس كلها، المنتخب للأسف ما كانش فيه إعداد ليه بشكل يليق ببطولة عالم، منتخب عد فترة وجيزة جدا، لعبوا تقريبا 4 مباريات ودية في 10 ايام، دي فترة قليلة بالنسبة لهم، هم كمان ما يعني ما لحقوش عملوا ريكفري لنفسهم او بتاع، لدرجة ان احنا في ماتش الافتتاح كنا بنلعب اليابان كنا ملاعبين الجزائر قبلها بوم واحد، فاللعيبة نفسها كان حصل لها انه اجهاد بدني ان هم مش قادرين، لاعبين ماتش قبل المباراة قبل مباراة الافتتاح بيوم. فماتش اليابان كنا ماشيين كويس جدا، وبعد كده جينا في الشوط الخامس والسادس حصل دروب، بدأنا المعدل اللياقة البدنية عندنا يبدأ يقل، لكن هم مصرين ان هم ما يقعدوش مباراة الافتتاح غير لما يسعدوا الناس او يفرحوهم، وقدرنا ان احنا نكسب ماتش اليابان 4-3، ده كانت الدفعة او المباراة الأولى اللي تقدر تخلي الناس تبدأ تتابع البطولة وتبدأ تركز مع أخبار المنتخب ده. تاني مباراة لعبنا المنتخب الكوبي قدمنا مباراة كويسة، كنا نقدر ان احنا نكسب المباراة لكن للاسف ما كسبناش. اخذنا نقطتين من كوبا، كوبا دلوقتي تلعب على الثالث والرابع مع البرازيل. يعني احنا يكفي ان احنا عندنا
التالت والرابع على العالم هيلعبوا بعض، كانوا معانا في المجموعه. هم دول الفرقتين الوحيدين اللي منتخب مصر اتغلب منهم، كوبا والبرازيل. البرازيل قمه من قمم منتخبات العالم، اتغلبنا منها 4-1، قدمنا مباراه هايله ما كانش حد يتخيل ان الاولاد يعملوا المباراه دي. تمام. كل المباريات كلوز جيم، يعني كل الاشواط كانت كلوز جيم، كان كان المنتخب ادى اداء هايل فيها. صعبت المهم علينا بقى اليابان، كسبت بولندا، بقينا محتاجين نكسب الماتشين، ماتش المكسيك وماتش بولندا في نهائي نهايه الدور الاولاني. قدرنا ان احنا نكسب المباراتين، بقينا هنلعب على على المراكز بقى. هنا في توضيح الناس مش فاهمه، هو طبيعي دلوقتي احنا طلعنا الثالث في المجموعه. في ناس عندها خلط انه ليه مصر ما لعبتش احنا دلوقتي بنلعب على الخامس، يعني النهارده المباراه اللي هي مع اليابان احنا المفروض اصلا في البدايه لما تاهلنا من دور المجموعات بنلعب على المركز من الخامس وحتى الثامن. تمام. طب ليه ما لعبناش في دور الثمانيه كله على بعضه؟ لان نظام البطوله هي البطوله بتبقى مضغوطه، فهم 12 منتخب بس مشاركين. ال 12 متقسمين لسته وسته، مجموعتين كل مجموعه ست فرق او ست منتخبات. بتلعب المنتخب بيلعب 5 مباريات في الدور التمهيدي او في الدور الاول، بناء عليه بيبداوا يصنفوهم اول وتاني مع اول وتاني، يعني اول وتاني مجموعتين، الاول بيلعب التاني كروس في المجموعتين، واللي كسبان يطلع يلعب على الفاينل. ده نفس الحال اللي حصل بين الارجنتين وبين روسيا. التالت والرابع، التاني والتالت او اللي هو التالت والرابع خسران بيلعب على التالت والرابع. التالت والرابع في المجموعتين، التالت بيلعب الرابع والرابع بيلعب التالت، زي ما حصل معانا احنا. احنا التالت في المجموعه الاولى، ابن الرابع في المجموعه الثانيه اللي هو المنتخب الصيني كسبناه. نفس الحال اليابان لعبت ايران كسبتهم، فاحنا نلعب مع اليابان على الخامس والسادس، وايران هتلاعب الصين على السابع والثامن. الخامس والسادس في المجموعه اوريدي ما بيلعبوش خلاص، يعني احنا لا قدر الله الحمد لله انه ده ما حصلش. لو كنا اتغلبنا من بولندا كان المنتخب ما كانش هيكمل اصلا، مش هتشوفي المنتخب لعب امبارح ولا هيلعب النهارده. كان المنتخب هيتجنب اللعب خالص، لانه اوريدي الخامس والخامس دول بيبقوا اسمهم المنتخب التاسع، والسادس والسادس في المجموعات بيبقوا المركز ال 11. يعني احنا النهارده بنتمنى طبعا ان احنا نفوز على اليابان ونحصل على المركز الخامس، وده بيعتبر بالنسبه لمصر كمان مركز كبير، لان احنا في السنوات او البطولات السابقه كنا بنحصل يعني اقل حاجه المركز التاسع، ما كناش المركز التاسع، لان كنا بنبقى ناخد المركز الخامس في المجموعه بتاعتنا. احنا المره دي الحمد لله بالنسبه للفئه العمريه دي برضو عشان نبدا نحدد، هي البطوله اقيمت قبل كده، دي النسخه الثالثه ليها، اقيمت قبل كده مرتين، مره في 2013 كانت في البرازيل والبرازيل قدرت انها تاخد البطوله، المره اللي فاتت كانت في البحرين، انا اسف سوري، كانت في الامارات 2015، وروسيا كانت هي يعني بطل البطوله، وهي دلوقتي المفروض حامل اللقب، وهتلعب النهارده مع الارجنتين على مين يفوز باللقب. فهل هنشوف بطل جديد؟ هل هو يكون ارجنتين ولا روسيا تقدر تحافظ على اللقب بتاعها؟ طب حضرتك كنت بتتكلم على تعديلات لنظام المباريات في هذه البطوله، لو توضح. هو الاتحاد الدولي عمل تعديلات جديده وبيبدا يجربها، يعني هي تشاء الصدفه او الحظ ان مصر بتشرف ان التعديلات الجديده دي اول مره تتطبق بتكون في مصر هنا. التعديلات دي لسه تحت الدراسه، ولكن هي اوريدي خلاص بيتلعب عليها، ولكن في تقييم، يعني الاتحاد الدولي خلاص هتبدا تتلعب كل البطولات الدوليه اللي تشرف الاتحاد الدولي هتلعب على نفس في نفس الاطار ده، في حيز الموضوع لسه في حيز الدراسه، يعني هم هيبداوا يقروا بعد استطلاعات راي بقى مع المدربين مع الحكام مع الجماهير، كل الناس بتبدا تقول رايها. ده احنا بيجينا استطلاعات راي في الراي، رايكم شايفين التعديلات دي هل هي جيده ولا لا؟ التعديلات كالاتي: نظام الفولي بول قبل كده كان المباراه من خمسه اشواط، اللي يفوز بثلاث اشواط ياخد المباراه، الشوط كان عباره عن 25 نقطه. الضارب الارسال كان من حقه يلعب ارسال من اي حته في الملعب، اهم حاجه وهو بيلعب ارسال ما يكونش عدى خط بدايه الملعب بتاعه. ده كان ده النظام القديم. النظام اللي هم استحدثوه الجديد، المباراه من 7 اشواط، الشوط عباره عن 15 نقطه. اللي يفوز بالمباراه طبعا هيبقى لازم يفوز ب4 اشواط من السبعه عشان يقدر يفوز. النظام الحالي عشان يقدر ياخد، اللي بيفوز ب4-0 او 4-1 او 4-2 بياخد 3 بونت 3 نقط. الخاسر ما بياخدش ولا نقطه. اللي بيفوز بنتيجه 4-3 الفايز بياخد نقطتين والخاسر ياخد نقطه واحده. وغير كده هم بقوا عاملين بقى تعديلات جديده، انه انت اللي بيتأهل ما بيبقاش بيتأهل على عدد النقط، بقى بيتأهل بعدد المباريات اللي بيفوز بيها. يعني انت ممكن تبقى انت حاصل على 9 نقط بس واخدهم من 3 مباريات بس فوز،
واحد تاني واخد اربع مباريات فوز وحصل على 8 نقط لانه كسب كل المباريات 4-2. اللي كسبان اربع مباريات هو اللي بالرغم انه عدد مباريات عدد نقاطه اقل. فبالاضافه غير كده لانه الارسال المرسل لازم ينزل، يعني الاول كنت بقول لحضرتك كان من حقه انه يلعب الارسال وينزل بعد خط البدايه. لازم يلعب الارسال وينزل قبل خط البدايه، فبدا يقلل من قوه الارسالات. الارسالات كانت الاول كانت بتبقى قويه جدا، وكان بيبقى في ميزه للي بيلعب ارسال سبايك او ارسال قويه انه بيقدر انه اكنه يعتبر بيشوط من تلت الملعب. ده بيبقى فيه يعني ميزه للضارب الارسال، ولكن في نفس الوقت كانت بتبقى ظلم للي بيستقبل، اكنه طالع بيشوط من على الشبكه بدون صد وبدون اي حاجه. يعني التعديلات دي لصالح اللعبه بشكل عام، هو لصالح المنتخبات الاقل مستوى، لانه في منتخبات زي مثلا زي روسيا، زي يعني احنا كنا امبارح بنتفرج ماتش، يعني عايز اقول لحضرتك نصا كده كنا بنقول عليهم مطارق، هم اكنه مطرقه مش بيشوطوا كره قويه جدا قويه جدا، كانوا بيشوط يعني عايزه اتنين يستقبلوها مثلا كره صعبه يعني. فمعنى كده انت كمان تدي له افضليه انه يلحق، من حقه انه يلعب ارسال واسيب له الموضوع مفتوح، انت بتظلم اللي بيستقبل يعني. طيب نروح ايضا للبطوله المقامه في البحرين اللي اتكلمنا عنها من دقائق، في وهي تحت 19 عام، بطوله العالم للكره الطائره تحت 19 عام، حضرتك ايضا يعني بتقيمها ازاي وشايف مستوى منتخبنا الوطني؟ منتخب عامل اداء هايل برضه، منتخب نذكر ان هو للامانه يعني ما عدش برضه بالطريقه المثلى، لكن طبعا ده نظرا يعني عشان الواحد ما يكحف، هو في ظروف اقتصاديه بتمر بيها مصر منعت شويه الامور انه تبدا ان الواحد يبقى الامور مفتوحه او متاحه ان نقدر ان المنتخبات دي تعسكر بره، ولكن احنا برضو صرفنا على بطوله العالم اللي موجوده هنا في القاهره، صرفنا عليها مبالغ كتير، وانا ممكن نقدر نقطع منها جزء ونعد المنتخبات دي بشكل افضل. منتخب قدم اداء هايل، بدا بدايه البطوله بانه بالخساره من منظم البطوله منتخب البحريني، ولكن بعد كده فاجئوا الناس كلها، لانه كسبوا منتخب تونس، كسبوا بورتريكو، مفاجأة كانت في الفوز على أمريكا. أمريكا من ضمن الدول الكبيرة والعظمى في الفولي، امبارح أدوا أداء هايل وقدروا إن هم يرجعوا في المباراة بعد ما كانوا مغلوبين 2-1 قدام منتخب كوبا، إن هم يكسبوا 3-2، فاللعيبة مقدمين أداء هايل هناك يعني كلنا بنحييهم صراحة. النهاردة عندهم مباراة قوية جدا مع منتخب كوريا، لو حالفهم الحظ ان شاء الله وقدروا ما يكسبوا هيبقوا سطروا نفسهم مجد والبلد، لانه هيبقوا كده عدلوا على الاقل الانجاز اللي كان عمله منتخب مصر في 2001 انه ياخد رابع عالم. اتمنى لهم ان ياخدوا ميدالي يعني، اتمنى لهم هم النهارده ان شاء الله لو كسبوا كوريا خلاص اوريدي يعني اقل شيء يقدروا يوصلوا له هيكون هو الرابع، هيكون اقل عدلوا الجيل الذهبي لكره الطايره المصريه اللي هو عبد الله عبد السلام واحمد صلاح والجيل بتاع 2001، الجيل ده هو اللي لغايه دلوقتي شايل اللي هو الكره الطايره المصريه حتى الان يعني في الفيرست تيم. طيب واحنا بنتكلم عن بطولتين الحقيقه متزامنين، بطوله تحت 23 سنه المقامه هنا في مصر وتحت 19 سنه المقامه في البحرين، بطوله للكره الطائره، يعني ازاي نحن نقدر نحافظ على مستوى متقدم في هذه اللعبه والمشاركه في يعني مباريات ومحافل دوليه مختلفه؟ هو احنا لازم نحافظ عليهم، ما احنا ما قدمناش حل ثاني غير ان احنا كده نعمل كده، لانه خلاص ان فيرست تيم زي ما قلت لحضرتك مستوى الاعمار فوق بدا يكبر، احنا عندنا دلوقتي عناصر شابه كتير جدا لازم نحافظ عليها ونقدر نديها الفرصه ونديهم الامكانيات، ونقدر يعني لازم يبقى في سبورت جامد جدا من الاتحاد، من الوزاره، من انديتهم نفسها، ان هو يبقوا يدوهم الفرصه ان اللعيبه دي تقدر، في لعيبه منهم محطوطين تحت الميكروسكوب ان يجي لهم عروض احتراف، في لعيبه منهم نمايله جدا زي هشام عويس، يعني الاتحاد الدولي كتبوا عنه مقالات وكتبوا عنه اخبار كتير جدا على موقع الاتحاد الدولي انه بهو باحمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي سابقا ونادي طلائع الجيش، يعني لانه احمد صلاح نجم كبير جدا، نجم كبير جدا في عالم الفولي، احسن ضارب في العالم في 2015، ناس كتير جدا بتقول ان الولد ده هيكون هو خليفه احمد صلاح ان شاء الله في المستقبل، يعني على حال بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني سواء تحت 23
20 عام هنا في القاهرة اللي هيلعب مع اليابان النهاردة، أو منتخبنا أيضا تحت 19 سنة المشارك في البطولة في البحرين وهيلعب النهاردة مع كوريا. وبنشكر حضرتك جدا أستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي وعضو اللجنة الإعلامية لبطولة العالم للكرة الطائرة، شكرا جدا أستاذ محمد. شكرا لحضرتك. مشاهدينا انتهت حواراتنا لهذا الصباح، نشكركم جدا على متابعتنا، وغدا قبل هذا الموعد بساعتين تقريبا بيتجدد اللقاء، أخبار وتقارير وحوارات متنوعة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.